الرابع شهر يوليو الماضي قامت الفوضية بإطلاق عملية تحديث سجل الناخبين تحضير لاستحقاقات 24 ديسمبر، وقد شهدت هذه العملية إقبالا منقطع النظير، وصلت فيها معدلات التسجيل إلى مستويات غير مسبوقة، وحققت أرقام لم تكن متوقعة، تجاوزت 30,000 مسجل في اليوم، الأمر الذي دفع الكثير من منظمات المجتمع المدني وتيارات الرأي العام إلى المطالبة بتمديد المدة الزمنية لهذه العملية التي تنقضي بتاريخ هذا اليوم الموافق 2 أغسطس 2021. وحيث أن معدلات الإقبال على التسجيل لا زالت تسجل معدلات موجبة، فقد أصدر مجلس المفوضية بتاريخ هذا اليوم قراره رقم 37 لسنة 2021، والقاضي بتمديد الفترة الزمنية لعملية تحديث سجل الناخبين إلى يوم الثلاثاء القادم الموافق 17 أغسطس 2021. وكان ذلك استجابة للمطالبات التي وردت إلى المفوضية لإتاحة الفرصة لمن لم يسجل أو رغب في تغيير مركز الانتخاب الذي ارتبط به سابقا، كما أن مركز الاتصال بالرقم 1441 هو الآخر استقبل أعدادا غير متوقعة من المكالمات، وصلت إلى أكثر من 100,000 مكالمة في اليوم الواحد، الأمر الذي شكل ضغطا على منظومة الاتصال أدى إلى عدم قدرتها على استقبال هذا الكم الهائل من المكالمات. وفي سبيل مواجهة هذا الأمر اتخذت المفوضية جملة من الإجراءات التي تهدف إلى التخفيف أو إلى تخفيف حدة الضغط على المنظومة بما يتيح استجابتها لعدد أكبر من طلبات الناخبين المختلفة، والتي تركزت في معظمها على ما يعرف بعملية فك الارتباط. أما فيما يتعلق بعملية تحديث سجل الناخبين الموجهة إلى الجاليات الليبية المقيمة في الخارج، فقد تضمن القرار رقم 37 المشار إليه أعلاه أن تنطلق هذه العملية في يوم 18 أغسطس 2021 ولمدة 30 يوماً، تنتهي يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر 2021، وسوف تتم هذه العملية عبر الرابط المخصص لهذا الغرض على موقع المفوضية في شبكة المعلومات الدولية، وفي إطار الرفع من الاستعدادات اللازمة لتنفيذ استحقاقات 24 ديسمبر، فإن المفوضية على تواصل مستمر مع شريكها الأساسي في العملية الانتخابية، إذ تقدر عاليا القرارات الصادرة عن حكومة الوحدة الوطنية رقمي 143 و170 لسنة 2021، والقاضيين بتخصيص مبلغ إضافي لتغطية تمويل استحقاقات 24 ديسمبر وتشكيل لجنة وزارية لدعم تنفيذ العملية الانتخابية. وفي هذا الصدد نعمل حاليا على الرفع من مستويات التواصل مع السيد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية باعتباره رئيس اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 170 لدعم العملية الانتخابية، وكذلك مع السيد وزير التربية والتعليم باعتبار وزارة التعليم الشريك التنفيذي الأول للمفوضية في تنفيذها للعمليات الانتخابية. لقد كان لقطاع الاتصال بمختلف مؤسساته وشركاته دورا بارزا في دعم هذه العملية، فالتجاوب الذي لمسناه من مسؤولي القطاع تعبر عن رغبة وطنية صادقة في أن يكون لهم مكانة متقدمة في بناء مستقبل هذا الوطن. فتجربتنا الانتخابية المتميزة دوليا لم يكن ليكتب لها النجاح لولا فضل الله ومن ثم مجهودات القائمين على هذا القطاع. مقرات المؤسسات التعليمية التي يجرى فيها الاقتراع بالإضافة إلى
دور مدراء المدارس والمعلمين في تنظيم أو في الإشراف على عملية الاختراع. هذا فيما يخص المسار الأول. في المسار الثاني وهو ربما معني بما يسمى بالمشاركة السياسية، نحن نحاول في الحكومة أن نسخر كل جهودنا في توسيع دائرة المشاركة السياسية، أيضا في رفع نسبة الاقتراع يوم العملية الانتخابية. اعتمدنا خطة مقدمة من وزارة الشباب ضمن عضويتهم في اللجنة لتدريب أكثر من 300,000 شاب على عملية المشاركة السياسية وفق حقيبة تدريبية في الحقيقة طموحة لإكساب يعني عدد شريحة كبيرة من شبابنا على الأقل للتعامل مع العملية الانتخابية، إن كان هم نفسهم مرشحين في الانتخابات القادمة، وإحنا داعمين بقوة أيضا لمشاركة الشبابية في الانتخابات القادمة، أو إذا كانوا هم نفسهم ناخبين شن المفروض يديروا قبل عملية الانتخاب، شن يوم الانتخاب، وبعدها أيضا تنظيم علاقتهم كمواطنين ناخبين لأعضاء في مجلس النواب. أيضا ننتظر في الاجتماع القادم من وزيرة المرأة عرض مقترحهم لخطتهم في عملية توسيع مشاركة المرأة. والجانب الثالث وأعتقد هو حتى محل اهتمام من الأخوة الزملاء الصحفيين، احنا عارفين مدى التأثير ربما السلبي للإعلام عندما يكون غير منضبط في نجاح العملية الانتخابية، في التأثير السلبي على بعض المرشحين، ربما في عدم نيل كل المرشحين نسب متساوية ومتكافئة في الظهور الإعلامي. قررنا في اللجنة وبدأنا فعلا في تأسيس مركز إعلامي سميناه المركز الإعلامي لدعم العملية الانتخابية. المركز هذا حيخدم على مسارين، المسار الأول في عملية رصد للمحتوى الإعلامي اللي كان يقدم من خلال إعلام الدولة أو من خلال الإعلام الخاص، بحيث يصبح عندنا مثل الدول الأخرى تقارير على المحتوى الإعلامي من حيث يعني من حيث الإخلالات ربما أو الأخطاء اللي تحدث في وسائل الإعلام، من حيث نسب ظهور الأطراف السياسية، نسب ظهور المرشحين، وتصبح هذه التقارير تصدر بشكل دوري، ومنها نؤسس إلى مركز لرصد إعلامي يستمر في المستقبل حتى بعد العملية الانتخابية. وفي الجانب الآخر أن يقود هذا المركز حملة إعلامية داعمة لجهود المفوضية لتشجيع المشاركة في الاقتراع القادم. أنا على الصعيد الشخصي كان لي شرف في 2012 في القطاع الخاص، كنت في الشركة اللي كانت مسؤولة على تنفيذ الحملة الانتخابية في أول انتخابات تشريعية بحضور الدكتور عماد وباقي الأخوة في أعضاء المفوضية. اليوم حريصين نستكمل هذا الجهد حتى من خلال الدولة، وممكن نركز على زاوية جديدة في مسألة الحملة، مش فقط المشاركة اللي أصبح أشبع بها الرأي العام، لكن ممكن نركز كل جهودنا على ترسيخ قبول الليبيين ولا قبول الناخبين ولا قبول المرشحين كلهم بالنتائج الانتخابية. وأعتقد هذا هو المحك الأصعب في المرحلة. ما تؤكد عليه وزارة التربية والتعليم أن الحكومة الوحدة الوطنية داعمة وبشكل كبير لإتمام العملية الانتخابية وتوفير لها كافة الإمكانيات. كوزارة التربية والتعليم تعتبر هي الشريك التنفيذي للمفوضية العليا للانتخابات، وتقريبا حوالي 2000 مركز انتخابي داخل تابع لوزارة التربية والتعليم، وهذه المراكز الانتخابية سبق وأن أدت عملها على أكمل وجه ومشاركتها التنفيذية في مهام العملية الانتخابية التي انطلقت بها الدولة الليبية منذ سنة 2011. الآن ما نؤكد عليه سبق النقاش مع الدكتور عماد رئيس مجلس المفوضية أن تكون هناك بإذن الله تعالى مذكرة تفاهم أو اتفاقية ما بين المفوضية ووزارة التربية والتعليم لوضع الأطر بآليات الإشراف، وهي تكون من مدراء المدارس والمعلمين التابعين لوزارة التربية والتعليم. سوف يتم تفصيل كل النقاط المهمة التي تخدم العملية الانتخابية، والتي بإذن الله تعالى سوف يكون وزارة التربية والتعليم وكل العاملين التابعين للوزارة شريك تنفيذي حقيقي ومساهم وداعم للمفوضية العليا للانتخابات لإتمام هذا العمل الوطني وهذا العمل القانوني.
أيضا وزارة التربية والتعليم سبق وأن ساهمت في توفير بعض المقرات للمفوضية العليا للانتخابات إيمانا بوزارة التربية والتعليم بالقيام بمهامها تجاه الدولة الليبية وتجاه المجتمع الليبي. ما يثلج صدورنا حقيقة ونثني عليه بكل تقدير وإجلال واحترام قيام المفوضية بدورها رغم الظروف ورغم الوضع السائد في الدولة الليبية والذي لا يخفى على الجميع الأرقام المبشرة والمطمئنة، وهذا يدل على مستوى الوعي لدى الشعب الليبي لقيام بواجب الوطني اتجاه الدولة الليبية واتجاه مشاركته في العملية الانتخابية. هذه الأرقام تدل على أن هناك إقبال وإقبال ممتاز. طبعا عندنا تسجيل الناخبين قبل يوم 4 يوليو فتحنا سجل الناخبين، عندنا أول كان التسجيل في السابق، طبعا آخر تحديث كان في شهر ديسمبر 2017 وانتهى في شهر 1 2018، كان آخر تسجيل عندنا 2,339,288 ناخب. وصلنا إلى يوم الأمس كان آخر الإجمالي عدد المسجلين 2,706,073 ناخب، ما نسبته 56% من الذين يحق لهم التسجيل في سجل الناخبين. عدد المسجلين من رجال منهم 1,542,983، أي ما نسبته 64% من إجمالي من يحق لهم التسجيل طبعا من الرجال. النساء وعدد مشجع بصراحة ورقم مشجع 1,163,090 ناخبة سجلوا في سجل الناخبين، أي ما يعادل بنسبة 47% أو قرابة 48% من إجمالي الذين يحق لهم تسجيل. المسجلين الجدد من يوم 4/7 إلى حد هذا لحد تاريخ أمس إجماليهم 365,997 ناخب. يعني وفي عندنا المسجلين في مراكز مخصصة للمهاجرين والنازحين الإخوة النازحين عدد وصل ل 20,805 ناخب. هذا طبعا التسجيل اللي تم خلال 14 مركز خصصتهم المفوضية للنازحين. نسبة إجمالي نسبة الرجال وصل 57% ونسبة المسجلين من النساء إلى 43%. في شيء آخر نوضح له، في السابق كانوا الأخوات الليبيات المتزوجات بالأجنبي كان عندهم إشكالية في التسجيل في سجل الناخبين، وهذا موضوع كان شوية فني وموضوع مرتبط بمصلحة الأحوال المدنية. حاليا بصراحة مشكورين مصلحة الأحوال المدنية رفع هذا القيد على الليبيات المتزوجات بالأجنبي وتم أعطاهم فرصة تسجيل بسجل الناخبين، وأعتقد الرقم وصل إلى 1,742 ناخبة مسجلة. الخطة أو ما يتعلق بالخطة الأمنية سيد عماد، فيما يتعلق بالخطة الأمنية الموضوعة لنجاح وضمان نجاح الانتخابات في 24 ديسمبر 2021. السؤال الثاني، متى سيكون أو متى سيفتتح باب الترشح في الانتخابات المنتظرة؟ وشكرا. أنا حنجاوبك على السؤال الثاني. السؤال الأول حيجاوبك عليه السيد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية باعتبار أنه هو على اتصال بوزارة الداخلية وخطة وزارة الداخلية. فيما يتعلق باستقبال المفوضية لطلبات الترشح، طبعا هذا وقف على استلام المفوضية للقوانين والتشريعات الانتخابية. العمليات التي حدثت قبل استلامنا لهذه القوانين تؤكد على أن في أول عملية سوف تقوم بها المفوضية بمجرد استلامها
القوانين الانتخابية هي عملية فتح باب الترشح واعتماد المترشحين سواء كان في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية. وبالتالي زي ما قلت لك يعني هذا الموضوع يتوقف على استلامنا القوانين، والسبب في ذلك لأن القوانين تحتوي أول شيء على شروط الترشح، هذه نقطة، والنقطة الثانية تحتوي حتى على النظام الانتخابي. فالمترشح اللي بيتقدم يجب أن يعلن عن أي نظام سوف يتقدم، هل سوف يتقدم بنظام القائمة أو سوف يتقدم مستقل على نظام الفردي. وبالتالي القوانين هي اللي بتصيغ إجراءاتنا التنفيذية، لوائحنا وإجراءاتنا التنفيذية فيما يتعلق بفتح باب الترشح. سؤالك الثاني ممكن يجاوب عليه السيد وزير الدولة. شكرا دكتور، شكرا للسؤال. زي ما ذكرت أنا لحضراتكم أن وزارة الداخلية عبر إدارة اسمها إدارة التخطيط عدت خطة استراتيجية سمتها الخطة الاستراتيجية لتأمين الانتخابات، وهذه الخطة اعتمدت من لجنة مشكلة في وزارة الداخلية نفسها برئاسة وزير الداخلية لتأمين الانتخابات، وأدرجت ضمن النشاطات أو ضمن البرامج اللي تشرف عليها اللجنة الحكومية الجديدة. أنا ممكن نعطيكم بعض الأرقام اللي موجودة في الخطة. زي ما ذكرت لحضراتكم أن نعقد بإذن الله ندوة للجنة وتشارك فيها الإخوة في وزارة الداخلية والإخوة في المفوضية، وحيكون فيه عرض دقيق. الخطة تهدف لإعداد 35 ألف عنصر أمن موزعين على كل الدوائر وكل المراكز الاقتراع الانتخابية، منهم مثلا 2251 ضابط في الداخلية، بالإضافة ل 1973 عنصر نسائي، لأن أكيد زي ما عارفين نتيجة خصوصيتنا وكذا، بالتالي حيكون فيه يعني تأمين ملائم لمشاركة المرأة في الاقتراع بحيث تكون في عناصر نسائية موجودة في مراكز الاقتراع من وزارة الداخلية. نحو 2593 مركبة آلية ستكون يعني على ذمة الخطة الانتخابية ذلك اليوم. الخطة تأمل تهدف لتأمين 2000 مركز اقتراع. أيضا في برامج تدريبية للمستجدين، لأن جزء من العناصر الأمنية خاضوا في السابق تأمين لعملية انتخابية، لكن هناك برامج للمستجدين فيهم اللي ما شاركوش في برامج انتخابية، يعني هو جزء من البرنامج التدريبي ما يسمى بإدارة الحشود والتعامل مع الأعداد لما تكون في أعداد كبيرة أمام المراكز الاقتراع. حتى الآن أنجزت 11 دورة تدريبية ضمن من خلال وزارة الداخلية، وبدأوا بشكل هرمي من فوق بالضباط المسؤولين على التأمين العملية الانتخابية واللي يشتغلوا في ضمن غرفة العمليات لتأمين الانتخابات. عفواً، زي ما ذكرت لحضراتكم حيكون فيه يوم لمحاكاة، يوم انتخابي كامل، بحيث تشتغل وزارة الداخلية بكل قوتها البشرية في ذلك اليوم لعمل تجربة لتأمين يوم انتخابي كامل، التأكد من أن وسائل الاتصال تشتغل بشكل سليم، المراكز مرتبطة ببعضها، كل الأفراد عارفين مهامهم. أيضا سيكون فيه ناطق رسمي لوزارة الداخلية سيباشر مهامة من أيام ما قبل بدء الاقتراع ويوم الاقتراع نفسه، بحيث يحيط الرأي العام بسير الخطة الانتخابية ضمن مركز دعم العملية الانتخابية اللي تحدثت عليه في الإجازة قبل قليل. شكرا جزيلا. السلام عليكم، محمد المغوري، قناة ليبيا الرسمية. السؤال الأول سيكون موجه للسيد عماد السايح. الجميع يعلم أنه حتى الآن لم يتم تحديد القاعدة الدستورية وكذلك عدم إصدار قانون الانتخابات. ما هي الأسس التي من خلالها تحديد المقاعد في ظل عدم وجود تعداد سكاني حقيقي؟ السؤال الثاني سيكون موجه للسيد وزير الدولة وليد لافي. هل سنرى برامج مرئية مخصصة للمترشحين يوضحون برامجهم حتى يعرف مواطن من سينتخب؟ بالنسبة لسؤالك الأول اللي هو يتعلق بالمعايير التي تم استخدامها في ما يتعلق بتوزيع المقاعد، طبعا هناك احصائيات
إحصائيات تصدر عن مؤسسة رسمية هي مصلحة الإحصاء والتعداد. هذه المؤسسة رسمية مؤسسة تتبع الحكومة وتتبع أجهزة الدولة، وما يصدر عنها ليس يعني ليس بالأمر الذي يمكن أن نسكك فيه، لأن القائمين في هذه المؤسسة هم الخبراء وهم من المتمرسين في عملية الإحصاء والتعداد. وبالتالي عملية استخدام معيار الكثافة السكانية كما تضمن سؤالك هو مصلحة الإحصاء والتعداد أو إحصائية السكان لسنة 2020. فيما يتعلق طبعا صدور القاعدة الدستورية، القاعدة الدستورية ليس لها علاقة بما بالأمور الفنية. القاعدة الدستورية تضع المحاور والخطوط الرئيسية التي يجب أو بناء عليه يتم استقاق وأصدار القوانين والتشريعات الانتخابية. وبالتالي حتى تناولنا لمقترحات فيما يتعلق بالتشريعات الانتخابية، هذه المقترحات تتناول المناقشات التي حدثت، تتناول المواضيع الفنية فقط والمفاصل الفنية في العملية الانتخابية. أما ما يتعلق بالمواد التي يجب أن تكون مرجعيتها للقاعدة الدستورية فهذا شأن يتعلق بالسلطة التشريعية، والسلطة التشريعية ملزمة بأن تقوم بالتعامل مع هذه النصوص والمواد في القوانين والتشريعات التي سوف تصدر لتنفيذ استحقاقات 24 ديسمبر.